موسم صيف 2021 مش بس موسم ساخن على مستوى درجة الحرارة، ولكن كمان موسم ساخن جدا بالنسبة للموسم السينمائي. بيشهد منافسة كبيرة جدا بين نجوم كبار زي محمد هنيدي، منة شلبي، كريم عبد العزيز، أحمد عز وأحمد عارف وغيرهم، وأحمد فهمي وغيرهم من النجوم. النهاردة احنا داخل العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين والمخرج الكبير شريف عرفة. خليكم معنا وتابعونا من خلال اليوم السابع، هيكون لنا لقاءات مع نجوم وصناع الفيلم. ان شاء الله التجربه ناجحه ومهمه في مسيرتك ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا ومتشكر جدا ومتشكر لوجودك معانا. انا احب بس اطمن الاول على صحتك واخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله تجاوزت اصعب المراحل، وصلنا للمرحله الاخيره من العلاج ان شاء الله اللي هتبدا من بكره باذن الله. عباره عن ايه بقى التمرين؟ تركيب الطرف ان شاء الله. او التمرين عليه. طيب احكي لي بقى، يمكن تجربه الفيلم دي تجربه ثريه جدا بالنسبه لاي ممثل، خصوصا في وجود تشريف عرفه ونجوم زي محمد هنيدي ومنى شلبي وصابرين، كلهم قامات كبيره. توصف لي كده التجربه نفسها بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ انا بالنسبه لي كحد كواجه داخل جديد على السينما، كان بالنسبه لي اهم واجمل متعه هي الشغل مع الاستاذ العبقري شريف عرفه. بصراحه الكواليس ما كانتش عاديه، كنت حاسس بتكاتف ومسانده من كل النجوم في العمل، من اول النجم الكبير الاستاذ محمد هنيدي، استاذ بهيم فؤاد، استاذ عمرو عبد الجليل، نجمه منى شلبي، كلهم كانوا محتويني. كنت حاسس ان انا كاني في ورشه خاصه معموله لشريف بسيط. واللي بقوله على السينما، كان بالنسبه لي اهم واجمل متعه هي الشغل مع الاستاذ العبقري شريف عرفه. بصراحه الكواليس ما كانتش عاديه، كنت حاسس بتكاتف ومسانده من كل النجوم في العمل، من اول النجم الكبير الاستاذ محمد هنيدي، استاذ بهيم فؤاد، استاذ عمرو عبد الجليل، نجمه منى شلبي، كلهم كانوا محتويني. كنت حاسس ان انا كاني في ورشه خاصه معموله لشريف بسيط. واللي بقوله على طول دايما اني بتعلم، كنت بتعلم طول الوقت. الاستاذ شريف عرفه تتعلم منه حتى وهو ساكت. الحمد لله ان شاء الله الفيلم يكون بدا الجميع باذن الله. طب اديني ملامح كده بسيطه للدور. انا بعمل دور ابو النجم محمد هنيدي، ابو تحسين، شخصيه طيبه كده ومن العائلات المتوسطه، وان شاء الله الفيلم يكون بدا باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق. الحمد لله احنا بس كنا واخدين بالنا شويه قبل ما نبدا، هو كان في عز عيله بس الحمد لله يعني عدى. ايه سر انجذابك بقى للدور نفسه؟ يعني ايه اللي حببك فيه؟ ليه طبعا شريف عرفه ومحمد هنيدي؟ يعني هما اكيد سهلوا كل حاجه. دول كانوا اكبر يعني، كان استاذ شريف ومحمد وهشام سر وجودي؟ شوف الفيلم يعني سر وجودي يا ابو جعفر. هو مش سر، لا كان سر ولا بقى سر. لا انا الصراحه يعني مبسوط ان انا معزوم هنا لبريمير الفيلم ده، لان هو نوع جديد من الافلام بيتعمل لاول مره في العالم العربي، مش في مصر بس. نوعيه الهورر كوميدي او الرعب مع الكوميديا، انا بتفرج على الافلام دي من زمان وبحبها، فمتحمس ان انا اشوف
النوعيه دي من الافلام بتتعمل في مصر، ومن قامات زي الاستاذ شريف عرفه ومحمد هنيدي ومنى شلبي وحبايبي كلهم، فانا بدور عليهم وانت عطلتني. لا لا بهزر بهزر. الناس بتحب الافلام الرعب، عايز اسالك على خليك موقف فعلا حقيقيه مع جن، مع عفريت حد حاول يلعب معاك؟ بيقولوني ان انا عفريت على طول. يقال يقال انما غير كده لا، انا صراحه لا الحمد لله. بس تحب ان انت يبقى ليك مشاركه مثلا في افلام مع العفاريت؟ لا شكرا. نوعيه افلام او مسلسلات من هذا جد ان مع عفاريت حد حاول يلعب معاك؟ بيقولوني ان انا عفريت على طول. يقال يقال انما غير كده لا، انا صراحه لا الحمد لله. بس تحب ان انت يبقى ليك مشاركه مثلا في افلام مع العفاريت؟ لا شكرا. نوعيه افلام او مسلسلات جدا 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 ده، يعني انا بقول لك في مصر بيتهيألي التغيير، فاهم؟ احنا انا بحس ان عندنا في مصر بنعدي بفيزز. كان في وقت التسعينات واوائل الالفينات اكشن 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 اكشن، وبعد كده قلبوا كوميدي 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 كوميدي، فدلوقتي بقى لقوا ان في مزيج ما بين الاثنين، نعمل اكشن كوميدي رعب كوميدي، فاهم؟ فانا بحب النوعيه دي من الافلام، سواء كان اكشن كوميدي او هورر كوميدي، وحابب ان اشوفه اكتر في مصر، فانا متحمس جدا. اهلا بيك معانا، وعايز اعرف منك سبب حرصك على وجودك النهارده في العرض الخاص، انت مبسوطك عشان تشوف فيلم محمد؟ يعني في وجبه كامله هناخدها النهارده حلوه ما نقدرش نضيعها، مثلث رعب النجم محمد هنيدي والمنتج الكبير هشام عبد الخالق والمخرج الكبير شريف عرفه، فاكيد جايين هنشوف حاجه حلوه قوي قوي. يعني يمكن احنا بقالنا فتره مفتقدين الافلام اللي فيها بطولات جماعيه بهذا الحجم من النجوم، بيبقى فيه ثراء كبير على الشاشه. بتشوف التجربه دي قد ايه مهمه ان هي تخلي في صحوه بالنسبه للمنتجين ان هم يعملوا اعمال فيها شغل جماعي اكتر من اعمال فرديه؟ الحمد لله في الاوريدي الافلام عامله ايرادات حلوه قوي اللي نزلت، فده يشجع المنتجين انهم يكملوا في الموضوع ده وتنزل حاجات حلوه الفتره الجايه. بتشوف عرض كامل الافلام ده مخاطره في ظل فيروس كورونا، ولا اللي هو لازم يبقى فيه افلام عشان والله الحاجة. لازم الدنيا تمشي ولازم الصناعه تشتغل ويا رب تزيد عن كده كمان. اسالك عن الفورمه، انت عملت خس بتعمل ايه؟ يعني فورمه الساحل بقى، عشان عندنا حفلات انا ومارك في الساحل، رجعنا تاني لفرقه الجيبسي وعاملين حفلات حلوه قوي، كل اسبوع بيبقى عندنا حفله في الساحل يعني. الله يبارك. اولا الف مبروك على الفيلم، 16 سنه غيابه عن شريف عرفه، مين نده مين المشروع؟ شريف عرفه ندهني. ندهك؟ الحقيقه. وبعدين طول الوقت اللي فات انا بحاول من عندي الاقي سكريبت اقدمه للاستاذ شريف، انا عايز اشتغل تاني معاه، وهو نفس الحكايه الا جانب صداقتنا ده موضوع تاني. وانا بشتغل عادي في فيلم تاني، فكلمني الاستاذ شريف قال لي ابعت لك حاجه، مجرد ما قريتها بدا المشروع، فان شاء الله يكون عودا حميدا. وشريف عامل فيلم حلو قوي، شريف عارف، لانك هتلاقي معاه سكريبت قوي، هتلاقي شغل جديد، هتلاقي، وفعلا ده اللي حصل. كتير قوي والحمد لله حلو قوي ان شاء الله. تحضيرات شخصيه تحسين نفسها حضرت لها ازاي يعني؟ ما حضرتلهاش ولا حاجه يعني. لا انا بحبها وبدخل فيها يعني. يا رب. قمر عيلة عايشين مع بعض. يا رب كله ينجح، يا رب كل اللي تعبوا قدموا حاجة عشان الناس ينجحوا يا رب. اولا الف مبروك، ما شاء الله كرو رائع، المخرج شريف عرفه، محمد هنيدي، منى شلبي، كوكبه كبيره جدا، عمرو عبد الجليل، فاكيد الكواليس سريه جدا. فاحكي لا 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 لا، الكواليس احنا كانت امورنا كلنا جنب بعض، بنقعد نخبط على بعض ونعمل نقلب في بعض، نقعد نضحك طول الوقت، واستاذ شريف عرفه يزعق لنا ونخش نقعد في اوضنا نقفل على يعني، ولما نتكلم بالراحه عشان ما يسمعش ويزعق لنا. لا لا كان في جو حلو قوي، وهنيدي بقى كان الاخ والصديق وعيشه العمر واللي حضننا كلنا، وكان حقيقي الدفء كله هنيدي. هنيدي حاجة جميلة، ربنا يعني عملة في السينما دلوقتي، هنيدي تاريخ، وهنيدي بني آدم حلو قوي كمان بجد. شخصية جديدة عليكي في السينما أو حتى كمان في المجال عموما؟ لا لا، شخصية عليها خالص مختلف، لا لا خالص مختلف. كله جديد تمام.
حضرت لها ازاي الشخصيه دي؟ احنا كل يوم كنا بنحضر لها تحت اشراف طبعا الاستاذ شريف عرفه الستايلست الجميله ايناس عبد الله الميك اب ارتست بتاعي ايهاب محروس. كنا بنقعد نخلق ونبدع في شخصيه, اجيب اكسسوارز معايا ونلبس ونقلع ونغير ونحط ونعمل. لا 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 صراحه تجربه التمثيل في ظل فيروس كورونا عامله ازاي؟ لا كان الاستاذ شريف عرفه صراحه عامل لنا مستشفى مقفوله يعني مغلقه يعني بصراحه. نورنا تجربه الانس والنمس من اول لما اخذت قرارات عملوه ما كانش لسه في كورونا, بس بعد كده جت كورونا تنفيذ الفيلم كان عامل ازاي؟ شوف هو طبعا اوحش حاجه انك تشتغل في جو كورونا, لان كلنا وقتها كان في عز كورونا فكنا كلنا لابسين ماسكات, وده شيء سخيف جدا انك تقعد 20 ساعه او 18 ساعه لابس ماسك. لكن الحقيقه احنا جو التصوير والممثلين اللي كانوا موجودين خففوا عننا كتير جدا الموضوع ده بالتزامهم وبدمهم الخفيف. الفيلم شكل مختلف جدا, والشكل ده مش علشان احنا بس نعمل ابهار, لا, لان الشكل ده اضاف للكوميديا جوه الفيلم. فهي انا حاولت اقدم مع هنيدي كوميديا مختلفه جدا وكوميديا ذات شكل وطابع مختلف. ما كناش سايقين الموضوع الحقيقة. الموضوع مهم جدا انك انت تلاقي موضوع يستاهل بعد النجاحات اللي عملتها قبل كده. يعني انا بتصور انه بعد الناظر وبعد فول الصين وبعد اكس لارج, انا اخر فيلم كان اكس لارج كوميدي من 10 سنين, فبتصور انه كنت محتاج ارجع بشكل مختلف اقدم كوميديا شكلها مختلف, لكن في الاصل لازم تضحك جامد, وده ان شاء الله الحمد لله اللي عملناه. الآن فكرة المؤثرات البصرية اللي معتمد عليها الفيلم, ما هو في مصر هو كل فيلم له صعوباته, لكن احنا زي ما انت بتقول كده حاولنا ان الشكل ما يقلش خالص عن الافلام الاجنبية, ذات التكاليف والافراد اللي بيعملوها كتير قوي. الحمد لله, واتمنى ان الناس تنبسط بيه ان شاء الله.